حكم عمل درس بالإنجليزي ثم خطبة بالعربي. هذا يحدث في كثير من المساجد الباكستانيين في الغالب، وقد عشت بين أظهرهم فترة. عندهم درس إما بالأردو أو باللغة الإنجليزية بحسب الناس، لكن الخطبة تكون قصيرة جدا باللغة العربية كلمة محكوم. يعني على كل حال، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار، لا حرج أن تقدم موعظة لمن حضروا إلى المسجد المكان يوم الجمعة باللغة التي يفهمونها، ثم تقدم خطبة الجمعة باللغة العربية، على ألا ينتهي الأمر إلى تفريغ خطبة الجمعة من مضمونها. مجرد طقس من الطقوس لا قيمة له ولا جدوى فيه ولا طائل منه، لكن أصل الفكرة لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يجور هذا على المقصود الشرعي من خطبة الجمعة، إن كان الحديث عما ذكرت في يوم الجمعة. بارك الله.